حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. حديث صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم. يسد الحديث أيضا يروي الإمام البخاري كذلك الإمام البيهقي الذي سنى النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الأحاديث هذه كانت قاعدة عظيمة في القضاء تضاف إلى القواعد الذهبية المذكورة آنفا، والتي اعتمدها وتبناها قوانين كثيرة منها القانون المدني الفرنسي، وجاءت قوانين العرب والمسلمين من بعد أدغى بن سيسن واستنبطوا منها هذه الأحكام. المعنى الإجمالي للحديث إن ديكس لو كان كل يونين لديني أذغى أثنطف أنفنو فلاس لدعى ناس دماء رجال ما يتوث أكين يوثي الفلاني ما يلوس يموث أكين الفلاني ثنغان ما يلا أشو ستي وفرن دير الزرفية أكين يكين الشكة ذي الفلاني نغذ الفلاني ما يدشك هذا بركة تخفيف شوية ديري تسيديو على أنها حقيقة. إن ياك لدعى ناس دماء رجال وأموالهم أشيني الشينو مثلا الفلاني يبث الفلاني وكذا وكذا بعدين إيش، ولكن اليمين على من أنكر، اليمين على المدعى عليه. الحديث وايض إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، بمعنى ميليون ادعى دعوى يجب أن يقدم الدليل مينيك ثحانو تقينو إلى قدفك الدليل لكت مينيك طموبيلاقين غكاميوناقينو أدي سفق كارت غريز سيدي السفق هذا مينيك خمقينو إلى قلقت بلي أثاني نس ثورة ذي الزمن اللي زاكت يا جماعة الخير ذي الزمن اللي زاكت خطر الزمن ماشي اللي زاكت عني بكر صديقي سالكت في سعر لكت زكاة الحوكة أنا كاس شرايط وخلاص يون يسعى الحي زينس خامين سينس. لماذا؟ لأنه حائز للشيء، إذا الأصل أنه له. وين ردينين خلاف ذلك عليه بالبينة ذن سير ديوين دليل باللي ينس. وإلا الأصل في الشريعة براءة الذمة، هذه رقم واحد. الأصل أن الحائز مالك مفهوم. أما ذي العقار أما ذي المنقول العقارة ما تمور ما تزمور ما ذخمك، المنقول ذي الماتريال طوموبيل ذا بورتابل إثوار سمحية إثوار فافو بورتابلك صافي لقاستيني ذا إلا قيد فكذ الدليل بلينيك مثلا غورس إيناس كفو السيقلة. وين أرى الدين العكس انسى دياوين الدليل انسى أرى دياوين الدليل. لذلك القاعدة يجي وهي القاعدة فقهية في الحقيقة وهي أصلها حديث نبوي شريف: البينة على المدعي، من ادعى شيئا عليه بالبينة أدي سكيني شيئا ثحم سكينه إلى سفكت الدليل نغمونش مشينك. لماذا؟ حفاظا على استقرار الممتلكات باش كليون أين يكسب أذيلي يتهنى يكسفيث يتهنى نغدي يرزيك كتورة. ذلك في كاون دي درسنا عندنا أعتقد أنه قبل 71 العقود العرفية معتبرة، العقود العرفية سلكاغذ كان هكا هكا يشير الكاغذ نقارني مغارا هذه كتب الفلاني زنزي الفلاني كذا ثافركان دايا ميم قبل الشهادة سوال يا أخي زار مثل قوارتك ولكن سوال لكن يا الفلاني أثني مثل الفلاني أيا فلس يا فربي تفضلوا ولي ساعة ثغوسة يتفضل سوى أول ساعة غزال إلى الأمان ثلاث ثقة للخوف ربي ما شاء الله مية ساقينو
يموثيون السمحتيين بعد السند الغشي اكثر من 3 مليار ديون اللي دات، يعني بعد 3 جور طومبيل تفرفري وناس نكون نسى الاساس ذا شو نزميران خند الكاديس باسكو ذا مداكل لنا لي سكروكري لا وكذا الى اخره لي فالور مارسون توجور سي سا سيكي نتيجه ينس انو غالا الما تسكي واد المكتب اللي ربي لا واد المكتب اللي لا جيستيس تم قران تاع سيدي ربي سبحانه عز وجل، ولكن القواعد هذا غير عونت، هذا غير عونت في اثبات الحقوق وفي استقرار المعاملات، وكذلك بالنسبه للقضاة تساعدهم هذه القواعد من اجل احقاق الحق وابطال الباطل. البينة على المدعي واليمين على من أنكر.